جينا النهار الاول ندقوا هذه البرا في الشوكه هنا في 20 غشت، دقينا المره الاولى الشهر الاول عادي ما طلعنا والو، الشهر الثاني تا هو والو، نهار الشهر الثالث دقيناها اللي جا دقها معنا في ذاك النهار صباح الغد ليه ما تيشوش بها، رجعنا الغد ليه لقيت دوك الناس هما اللي دقوها معايا ما تيشوفوش، دخلونا للسبيطار شدونا بداو يداووا فينا، تبان لك عين حمراء ما بقاش جمره، بداو تيداووا فينا براوات تقطيرات المسائل، بقات غدا المعامله معاهم مزيانه، جلسنا معاهم 25 يوم حنا في السبيطار، حتى ولاو تيقول لك دابا انت خاصك تخرج راه مقيد من الناس اللي خارجين، راك عاش هاد البلاصه معمر البلاصه، ما بقاش ذيك الاهتمام الاول اللي كان ما بقاش هو هو، لدرجه انهم كان عندي واحد الشوكه باش ندقها وقال لك خاصك تخرج تقيد من جديد وتدخل باش تحسب قانوني باش تعاود تدق، كان عندي واحد عرق من فوق في العين، صيفطني الطبيب باش ندق، قال لي ندقها لك ب 80000 ريال، انا ما استطعتيش باش ندقها ب 80000 ريال، صيفطني ل 20 غشت وتبعت معاهم هنايا، دقوها لي المره الاولى والثانيه والثالثه، وقعت لينا في هذه المشكله ما بقيناش نشوفوا بعينينا، جات الفرقه الوطنيه دارت التحقيق تاعها، جات لجنه من وزاره الصحه حتى هي داروا التحقيق تاعهم، وتنشكروا وكيل جلاله وكيل الملك يسرع بهذا مع الفرقه الوطنيه باش يكملوا ذاك التحقيق تاعهم، المطالب تاعنا الاولى بغينا نشوفوا بعويناتنا هي الاولى، هذا هو المطلوب الاول، وانا كنت سائق تاكسي والمراه عندي مريضه، دابا مشات عوينه وما باش غادي المراه مريضه عندي مرض السرطان، كنت خدام عليها الدوايات تاعها وما ناكلو، دابا لا خدمه بقات، الله المستعان.